السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية وتحية للمشاهدين متتبعي قناة شوف تي في على البث المباشر في برنامج أشنو عندك. مرحبا بكم مرة أخرى مع كريمة وسط. كنتمنى أنكم تدوزوا النهار بخير وعلى خير. كنبغي نحيي جميع المتفاعلين اللي كيتفاعلوا معنا وكيساندوا كريمة وسط في البرنامج ديالها أشنو عندك. كنتمنى أنكم تفاعلوا معنا وتصلوا بنا للاتصال بالبرنامج ونعطيكم الرقم الهاتف 06 82 01 88 23. مرحبا بكم. شوف تي في كترحب بك في برنامج اشنو عندك. انت ما عليك غير تسول شوف تي في تعطيك الحل. افتح قلبك قول اشنو كاين. مرحبا بكم مره اخرى. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. راه الجواب تلقاه في الحين. مرحبا مرحبا. نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير والاجواء جميله، لان كيكون عندنا دائما مباشر كيكونوا عندنا في البرامج كتكون لايفات اخرين كيكونوا شي حاجه تقنيه كتوقع كيقول لك ستوب، كيكون هادشي معروف على القنوات على البث المباشر لابد كتوقع شي سميتو، ولكن الحمد لله دائما كتساندونا دائما كتكونوا جنبنا. وتنقول لكم في برنامج افتح قلبك قول اشنو كاين راه الجواب راه تلقاه في الحين. مرحبا بكم مره اخرى في البث المباشر قناه شوف تي في برنامج اشنو عندك. ونتمنى يكون التفاعل والاتصال ان شاء الله في البرنامج. كنبغي نقول لكم مره اخرى مرحبا والف مرحبا المتتبعين قناه شوف تي في على البث المباشر. نتمنى تفاعلوا معنا ونتمنى انكم تكونوا بصحه جيده والسلم والسلام لكم، وربي يحفظكم من هذا الوباء وهذا الاجواء ديال كورونا، لان الحالات بدات تكاثر. وان شاء الله ربي كنقول ربي يشافي الجميع وربي يحفظ من كل هو يعني كيقول راني ما كاينش هذا الشيء ما كاينش هذا الشيء. لا كاين هذا الشيء، كاينه كورونا، خصنا نحتفظوا على ريوسنا، خصنا نديروا احتياطات، خصنا نديروا بالتعليمات. ان شاء الله كنتمناو ان شاء الله تكون الامور كلها بخير وعلى خير، ولكن خصنا نحتاطوا ونكونوا يعني قايمين بالواجب ديالنا وباش نزيدوا لقدام باش ترجع الحياه العاديه. ما نقولوش راه ما كاينش هذا الشيء، كاين هذا الشيء. ونتمنى ان شاء الله السلم والسلام لبلدنا الحبيب تحت رعاية قائد الأمة صاحب الجلالة محمد السادس الله ينصره وطول عمره، والأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأسرة العلوية. مرة أخرى تنبغي نحيي الناس اللي كتجاهد واللي كتناضل، يعني الناس اللي كتشتغل في القطاعات يعني العمومية ولا في يعني في القطاعات الخاصة. كنقول الله يعاونكم الله يعاونكم، ونتمنى تحتاطوا وتديروا الكمامات وتديروا التعقيمات وتحاولوا التجمعات تبعدوا منها شويه، لان هذا الشيء ماشي بالشرش بالخير، لان خصنا باش نحتاطوا وتكون الامور ان شاء الله بخير وعلى خير يا ربي. كنقول لكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير وتفاعلوا معنا في البرنامج ديال اختكم كريمه وسط. وكنتمنى ان شاء الله يعني يا ربي ما يحشمنيش معكم. نتمنى لخوتي احبابي اللي كيساندوني واللي كيسولوا فيا واللي كنقول لهم شكرا لكم على المسانده يعني المعنويه يعني ما هو يعني مسانده فيها كل شيء. بارك الله فيكم ونتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير. ان شاء الله تكون التفاعل ديالكم كي دوزتوا بعدا الاجواء ديال العيد، ولو كاين نقص يعني كنا كنمشيو نزورو الاحباب ويعني صله الرحيم، ولكن الحمد لله كاينه صله الرحيم. كنا كنتواصلوا بالهواتف النقاله، كنتصلوا بالحباب ديالنا
عبر الواتساب عبر الفيسبوك. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. مرة أخرى كنبغي نوجه لكم تحية، وبهذه المناسبة كنبغي نوجه واحد التحية للأخت والصديقة ديالي العزيزة اللي كنقول لك شكرا لك على المساندة. وانا غنرجع من بعد نتصنت المكالمة أو الاتصال وأنا معك. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزيكم بخير، عندنا واحد الحالة في مدينة فاس. مرحبا سيدي، هذه في برنامج برنامج اشنو عندك؟ تفضل سيدي. شريف، انا عندي واحد اخ ديالي. نعم، اشنو الاسم ديالك بعدا قبل ما نتحول؟ جناتي الصديق. صديق مدينة فاس. مدينة فاس. اين بلاصة في فاس؟ في المدينة القديمة في الرصيف. في الرصيف. عندي واحد الاخ ديالي شاب. نعم. عمر 20 سنة. كان مشى مع الأصدقاء ديالو للواد ورقز وتشلل المسكين، تارس من العنق ديالو. الله أكبر، الله يشافيه يا ربي. وقع له شلال المسكين. نعم. وفاش وقع له هذاك الشلال بقى له مدة شي 3 شهور ولا 4 شهور هو جالس في الفراش ديالو، وقع له سميتو في المؤخرة ديالو، هبط منها بحول وهبط بحال اللي هبط الدود، بحال اللي بدا يخرج له منها، طوت من الكلاس مسكين. الله اكبر، الله اكبر، الله يجعل ربي يشافيه. وحنا انا ما نكذبش عليك، زعما ملي قلتي لي على هاد يعني هاد الشاب اللي عمره 20 سنه وبدات الدات ديالو بدات كتسوس اولا بدات ينزل منها يعني وتعاني بزاف من المعاناه، كيخصو يضرب واحد الشوكه اللي كتجري له الدم. لا اله الا الله. للاسف كيتبول. صديق 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 سمعني يا اللي بغيت نوصل لك الصديق، ما كتعملوش لي داك البو لي بوماد ودوك اللي جيت يعني تعقيم، ما كتعمل. لا علاش؟ يلاه مشينا عندو من المركب هنا في مدينه فاس، قلنا لهم اشنو خصو، ما بغاوش يستقبلنا اي واحد، كلشي تيقولنا سيروا خليوه في الدار. للاسف خليناه حتى اللي جينا كنبدلوا له، تتلقاو ديك الحاله كنستعجلوا بزاف. كتبدلوا ليه يعني دوك الحفاضات ليكوش؟ لقيتو داك كلشي ديك ليكوش بحال اللي تطيب له الدات ديالو. الدات ديالو حتى انا بغيت نصيفط لكم الصوره وما عرفتش كيف ندير نصيفط. المهم انا الهاتف ديالك غادي ناخذ وغادي نتواصل معك انايا. سيدي 06 39 64 89 99. دابا انت شوف، انا صديق انا بغيتك حتى المشاهدين والناس اللي بغيتهم حتى هما الى بغيتي المساعده اعطيهم باسمك يعني باسم يعني نيابه عن الاخ مسكين ديالك اللي كنتمنوا ليه الشفاء عاجل. هذا برنامج فتح قلبك وبرنامج اشنو عندك، قلتي اللي في قلبك وشنو عندك. بغيناك تقول شكون دايرين اللايف، وقلت والله تنتواصل تعيينا من عاود درت انا الفيديو في فيسبوك انا والاصدقاء ديالي باش يشوفوا الناس وشنو في تيفي. جات هاد النهار وحنا تنتمناو منكم وتنتمناو من المشاهدين. جات عندكم الشي في شوف تيفي عفوا. يتصلوا بينا ويشوفوا هاد الحاله ولا بغيت نعرف ديالنا كيتألم بزاف. صديق صديق، واش شوف تيفي جات عندكم؟ لا جات عندنا. وهذا شوف كون على يقين غادي ان شاء الله يا ربي غادي ان شاء الله. تنشكر زملائي واصدقائي الصحفيين اللي كانوا صوروا حالات ديال الاخ ديال الصديق اللي كان كنقول ليه كنتمنى لك الشفاء العاجل، وكنتمنى من الناس يد المساعده من الناس ديال الصحه. اللهم امين. حنا هادشي اللي كنطلبوا غير يد معاذ. دري كان مسكين ولد لاصال ولد لونطريمه، ودابا مرضنا نفسانيا ما بقى لا ياكل لا ينعس لا حتى شي حاجه. مسكين في الحاله يعني بزاف في الحاله ديالي. قول الهاتف ديالك مره اخرى باش يساندوك. 06 39 64 89 99. كنطلبوا من الناس المحسنين المساعده، وتنطلبوا من جلاله الملك، وكنطلبوا من الناس، وتنطلبوا من كل شيء يشوف من حاله الاخ ديالنا. الله يرحم الوالدين. هو مقيم في مدينه فاس في الرصيف،
اللي بغى يتصل به ويدير يد المساعده اجركم لله. الله يرحم الوالدين. والله يكثر خيركم. وهذا يعني نداء للاخ ديالو مسكين نيابه عن الاخ ديالو، الله يشافيه ليه وتنتمناو ليه الصحه والسلامه. الله يجزيكم بخير على المكالمه وعلى الاستقبال، وتنتمناو لكم الله يرحم الوالدين. هذا واجب تنقولها، حنا نقولوا اللي كان شي محسن ولا شي مساعد يتصل بينا، الله يجزيكم بخير يشوف الحاله ديالو مسكين ان شاء الله. نتمنى لكم الصحه والسلامه ويا ربي توفقوا، وعلى الاقل كيف قلتي ولو غادي تكون شي صحه قليله مي غادي تكون غير شويه، المهم يجلس ما يبقاش ليه اللحم ديالو كيطيب دابا عنده المؤخره ديالو زادت انتقلت له حتى للجنب ديالو، بدا يتسيح له داك الشيء يطلع له للدار ديالو، حالة راسية بزاف. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا نعاود نفسي لكم النمره ديالي بشويه. قولها تفضل. 06 39 64 89 99 مدينة فاس، ساكن في المدينة القديمة فاس، رقم الدار 19 برج جعر ستارين فاس المدينة. مرحبا مرحبا مرحبا، نتمناو الرسالة ديالك توصل. شكرا والدينا ووالديك، والله يجعل ربي شافيه وشافي جميع أمة محمد، ونتمناو ليه الشفاء العاجل، ونتمناو الرسالة ديالنا. كنشكركم شكرا مرة أخرى للمتفاعل معنا، وقلبنا معك صديق خويا من جيت الأخ ديالك، وإن شاء الله نتمناو هالرقم ديالو واللي بغى يدير الخير ويدير المساندة باش ما قسم الله أولا سميتو. شكرا لكم، شكرا على المساندة ديالكم، وشكرا لمتتبعي قناة شوف تيفي على البث المباشر في البرنامج أشنو عندك معك كريم وسط. اللي بغى يتفاعل معنا واتصل بنا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. على ديك نرجعوا للتحيه للاخت والصديقه العزيزه اللي كنبغي نقول لك شكرا مره اخرى على المسانده الطيبه والمعنويه وكل شيء، يعني فيها كل شيء، راكتي مسانده دائما الرسميه ديالي اختي اميره قصري الفنانه ديالنا المقتدره، اللي كنبغي نوجه لك التحيه، وكنتمنى ان شاء الله العمل ديالك اللي قمتي به الاخراج والتاليف ان شاء الله غادي 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 يعجب الناس، لاننا عجبني وفرحت به وضحكنا وحنا كندربوا وحنا ضحكنا. نتمنى وان شاء الله ربي يوفقك وترجعي انت في الديار البلجيكيه. وتنبغي نحيي ملك خان المساند الرسمي والشريك يعني الحياه ومدير الاعمال وفي كل شيء، تنبغي نحييك ملك خان على المجهودات ديالك، ونتمنى لكم الصحه والسلامه العائله الصغيره كلها والناس ديال القصر الكبير، وما نساوش الناس ديال عائله ملك خان في الهند. شكرا لك اختي اميره قصري، وان شاء الله غادي ان شاء الله كل الاعمال ديالك العمل المسرحي دخلنا عليك بالله ودخلنا عليكم بالله ان شاء الله، الى ما ديروا بارطاجيو وتفاعلوا معنا، وان شاء الله غادي كل الخير ان شاء الله. تحيه لك مره اخرى الفنانه المقتدره اميره قصري. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معايا على الخط؟ معك زينب الداخله. زينب تحيه، زينب والناس ديال الداخله. بارك الله فيك. شطاري عندك يا وني. والله الا بخير الحمد لله، شحالكم انتم؟ شحالك انت؟ بخير ياك مطاري باس. ما وجعك شي؟ نعم. ما وجعك شي؟ لا هو ما وجعني شي لاباس الحمد لله. ما وصلك كورونا؟ ما وصلك كورونا؟ بخير ما شاء الله. مرحبتي بك، ياك بخير. بارك الله فيك، والله الا صافا الحمد لله. نتكلموا شويه حساني، احنا انا ديك المدينه الجميله الرائعه تكرمت فيها، في تنشكر كاع الناس اللي كرمونا وفي الجمعيات تما اللي كنقول لهم شكرا لهم على المسالمه والمسانده. اي اي تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. حنا عيطت نقدم لك تحيه من زين الداخله، و مرحبا نهضر معك مباشره. شكرا بارك الله فيك. ياك بخير، بعدا كي داير الاجواء عندكم تما زينب؟ والله صافي الحمد لله، الامور مزيانه، كلشي بخير، ومرحبا بك في مدينه الداخله جوله سياحيه على ان شاء الله. ونتمنى يا ربي يرفع علينا هذا الوباء ونكونوا حاضرين معكم ونتجمعوا ونشربوا الزريق والكوفيه.
والله لا ما شاء وناكلوا الله مارو، تبارك الله عليك. عد لينا مارو. ما فيهاش مرحبتي بك، بارك الله فيك، كنشكرك. وبهذا المنبر وعلى بث المباشر في قناة شوف تي في، كنبغي نقول تحية للناس الداخلة، وتنحيي الأخت زينب على التفاعل ديالك. مرحبا، بارك الله فيك. شكرا، عيدك سعيد ومبارك ان شاء الله علينا وعلى امه المسلمين جمعا ان شاء الله. الله امين. يلا تحياتي ليك استاذه، بارك الله فيك، وتحياتي للطاقه التقنيه وكذا، تاع شوف تي في، تاع نحييهم بهذا المنبر على المجهودات ديالهم. شكرا لك مره اخرى زينب على التفاعل ديالك. شكرا اختي، شكرا. مرحبا. شكرا للمتفاعله من مدينه الحبيبه والناس ديال الصحراء، ودائما احنا كنقولوا الصحراء ديالنا بلادنا، وحنا على كنطرقوا باب ديال المسيره الخضراء المضفره، والصحراء مغربيه وتبقى دائما مغربيه، وحنا مجندين لبلدنا الحبيب تحت رعايه قائد الامه صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصره وبارك في عمر سيدي، والامير مولاي الحسن والامير مولاي رشيد والاسره العلويه. مره اخرى معنا اتصال اخر. الو، السلام عليكم. السلام لاله كريمه. مرحبا سيدي، شكون معنا على الخط؟ يا بخير، معك دريس مفاس. تحيه. مره كنفكرك. مرحبا سي دريس. وراكي كتعرفي تهضري بجميع اللغات. ياك. شويه ديال كيف كيقولوا متساطحه شويه. برافو عليك، الله يلا برافو عليك، جاي روحك. بارك الله فيك سيدي، كي داير سي دريس لاباس؟ كيداير مع الاجواء كل شيء بخير؟ الحمد لله، اجواء جميله ورائعه، ونتمنى وان شاء الله ربي بعد اولا يرفع علينا هذا الوباء. يا رب امين 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 امين، الله يلطخنا بهالشيء هذا، الله يدير شي تويض خير يا ربي. امين اخي، ونتمنى ان شاء الله تكون الامور بخير وعلى خير. كل شيء مزيان، الامورات بخير الحمد لله، الله يطول عمرك. اش كتعاود كي دايره اجواء فاس؟ واه شويه صافي، راه كاين كما كيقولوا الجو راه مخربق مره الحمد لله. مره الحمد لله. مره الله يدير شي تويض خير. امين والله يرفع علينا هذا الوباء امين امين، الله يدير شي تويض خير. راه الشيء هذا العام هذا راه دوخ كل شيء. وشوف على العالم كامل، ماشي على سميتو، على العالم كامل، ونتمناو يا ربي نتحتاطوا ونقوموا بالنصائح باش ان شاء الله ترجع الحياه العاديه وما نبقاوش ان شاء الله ما يكون غير الخير بدي كبير ان شاء الله. دابا تكون ان شاء الله ان شاء الله. شكرا بزاف، راكي منوره هذا البرنامج يا كريمه، الله يلا منوره. شكرا لك اخي ادريس على الكلمه الطيبه. كنا كنفرجوا فيك من كنتي كديري الفن. وغادي نرجعوا ان شاء الله الفن، هذا من طابع الفن بوحده، هذا يعني التنشيط وتنخلق الجو مع المتفاعلين معنا، ولكن كشخصيه. ولكن انت فين ما مشيتي، فين ما مشيتي لا عمرات العوجه يبارح. شكرا، بارك الله فيك على الكلمه الطيبه، ولكن كتقول لي جايبه روحك، عندك الكلام ديال وجاده يعني الشرق. دابا كان سهر المغرب كامل. كل مره كنهزو كلمه بجهه، واش فهمت؟ دابا انت كتسرق ال يعني حالك حالك، انا متبعك. تبارك الله عليك، وكنحييك على هذه الروح المرحه ديالك. شكرا بزاف، شكرا على التفاعل ديالك الاخ دريس. شكرا لك عزيزة وغالية، عزيزة وغالية، الله يكبر بيك، الله يكبر بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا للمتفاعل ديالنا وبد الروح المرحة ديالو. كيف قال ان كنقلدو، يعني كنبغيو ناخذو يعني كل اللهجات ديال، الحمد لله المغرب كامل زوين، كل لهجاته بناس زوينين، من طنجة إلى الكويرة. كنتمناو الصحة والسلم والسلام بلد الحبيب. مرة أخرى كنبغي نوجه تحية لجمهوري الحبيب داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، المتفاعلين ومشاهدين القناة شوف تي في على البث المباشر. كنقول لكم مرحبا بكم بالبرنامج اشنو عندك اللي بغيت تواصل معنا، واتصل بينا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. مرة اخرى تنبغي نوجه تحية للصديقة ديالي اسمهن الخشاني، اسمهن ادريسي عفوا، الابنة ديالها للخشاني حسناء ومحسن، اللي كنبغي نقول لك مرة اخرى راكي عزيزة وغالية، وانا غادي ان شاء الله نجي زياره نشوفك ان شاء الله، ونشوف قريبا قريبا، وغادي نشوف
مولاي هشام الله يشافيه مسكين وعافيه، واللي كنبغي نوجه ليه في هذا المنبر الله يشافيك ويعافيك، وكنبغي نوجه للاخ حميدو كريم سعيد العائله كلها فاطمه نعيمه، نتمنى ان شاء الله وسيمو نتمنى انكم تكونوا بالف خير، وما نساوش حسنه وجمال ومحمد امين ومحسن، ان شاء الله تكونوا كلكم بالف خير، وما نساوش الحاجه حليمه، حليمه ان شاء الله تكوني بالف خير، وما نساوش واحد الفنانه عزيزه وغاليه ملقبه بالفنانه فتيحه، يعني الوزه فتيحه الوزه معروفه فنانه شعبيه اللي كتحفنا دائما بالاغانيها الجميله الرائعه الشعبيه، انت والمجموعه ديالك فتيحه الوزه كنقول لك الله يكمل عليك بالخير، وراكي عزيزه وغاليه، وما نساوش تحيه للاخت حاجه حليمه صديقه للا اسمها، تبارك الله عليك. معنا اتصال اخر، الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم سيدي. اي شفتي في شكون معايا سيدي؟ تقطع اتصال، نتمنى التفاعل معنا مره اخرى. اللي بغيت نقول مره اخرى كنبغي نوجه واحد التعازي حاره ديال جاري وولد السيكتور ديالنا، هو فنان رابر سفيان طوري، اللي بغي نعزيه في الابن العم ديالو والعائله الصغيره البقاء لله عائله طوري سفيان، اللي كنقول لك الله يرحمه ويوسع عليه، والله يعطيكم الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون، وكنبغي نقول لك الله يجعل مثواه الجنه. تحية لصديقنا والجار ديالنا وفنان سبق لي شارك في عدة أعمال، ونتمنى وإن شاء الله ليه التوفيق في المسار الفني ديالو والبقاء لله في الإبن العم ديالك سفيان طوري. مرة أخرى تنبغي نقول تعزي الحارة في الفنان عبد الرحيم بن جدية في الأخت ديالو اللي توفات مسكينة، كنقول لك البقاء لله في الاخت ديالك عبد الرحيم بن جدية، منشط الاطفال، صديق الاطفال، مخرج مسرحي للطفل، فنان عنده تجربه كبيره لمده سنوات، ولما توا مسكين كيناضل وما خداش الحق ديالو. نتمنى لك الصحه والسلامه عبد الرحيم بن جدية، اللي تنبغي نقول لك البقاء لله في الاخت ديالك، ان لله وانا اليه راجعون، الله يجعل مثواه الجنه. مره اخرى معنا اتصال اخر، الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. تقطع اتصال، نتمنى يكون تفاعل مع مره اخرى، لان عندنا تصوير اخر، عندنا بزاف ديال الحوايج، يعني ساعه تطرق الى نهايه حلقه اليوم، كنتمنى التفاعل ديالكم كثره ان شاء الله يوم الاثنين. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم لاله كريمه، كيف دايره؟ الحمد لله. لاباس عليك، الحمد لله فاش شفناك. شكرا لك، شكون معنا؟ نعم، شكون معايا على الخط؟ معك يوسف من مراكش. تحيه الناس ديال البهجه. الله يحفظك يا حبيبي، نشكرو حنا والعائله ديالنا كاملين مكمولين. مرحبا بك السي يوسف. والله العظيم الا ساعه مباركه هذه فاش شفناك. الله يبارك فيك، يا مراكش يا سيدي كله فرح فيك. واه 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 بخاليها وجريدها ياك سيدي. والله الحمد لله فاش شفناك وعرفناك. الله يبارك فيك. هذاك هو صبو. الله يطول عمرك ياك بخير بعدا. واش كاين شي طنجيه ولا والو؟ لا اختي كاين شي طنجيه ولا والو نصيفطوا عليها؟ قيدي المرسي ونهار تجي الله في القات تاعك تقيتي قات. يا سيدي تقيتي قات، اتيكا اتيكا وا اختي كريمه في القات تاعك بالواقع. الله يطول عمرك، لا ديرها وتكتبيها الناس تمراكش. والله العظيم ما كاينش، ما كاين تنعس مع سيدي مدخم سيدي، وملي كتمشي لسيدي ديك ثاني نعم سيدي ديال جمع الفناء، وها سيدي بر عليا مع راسك. لا العظيم ما كاينينش الشيخ، كاين بشقني وكاين نعم سيدي.
لا حبيبتي اختي قال لهم علاش انا النهار اللي ما كنلقاش جمع الفلوس انا تنمشي عند مشقني والله يا اختي الاولاد تبعتك ولا جمع الفلوس قلتي عرفتي البلاد ما كاينش الطارق راه باب تغزل وهي وهي راه بهذه المناسبه تنبغي نحيي كاع الناس ديال مراكش وما ننساش حتى عندي اصدقاء ديالي بزاف فنانين ونقول لهم يا الله ودي فنانين يا الله ودي وتنحيد الفنانه السعديه اللوك اي الله يعمر هذا الله يعمر هذا ديك الفنانه كنبغي نوجه لها التحيه وتنبغي نوجه لواحد البطل بوكسور عندكم المشعبي اسمه محمد المشعبي ايه ايه تحيه للمشعبي البوكسور البوكسور ديالنا عفوا الجميل الرائع اللي هز رايات البلاد في الخارج وكنقول لك تبارك الله عليك المشعبي ودائما كتكون معنا وفي جنبنا ومني تمشي لمراكش ما تيخلينيش في ما كيخلي تيدورني مسكين زعما في الاحياء وفي الاجواء ديال مراكش لا دابا دابا تجيولك فوق البيكالا دابا عرفتي اويلي على البيكالا اه سيدي البيكالا الموتور الموتور لا 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 دابا عرفتي غادي نركبو كي فوق البيكالا دابا اه سيدي بغينا نركبو سيدي في البيكالا وفي الموتور وفي الكوتشي نركبوك الله تبارك ولا مرحبا بك الله يطول عمرك شكرا وتحيه لكم على القلب الزوين وديك البهجه راه ما سماكم بهجه انت دائما البهجه على وجوهكم على قلوبكم تحيه الناس ديال مراكش يلا سير الله يعاونك اختي شكرا الله يحفظك تنشكرك تنشكرك على هذا الروح ديالك المريحه الناس ديال مراكش يوسف المتفاعل معنا اللي كنقول لك مره اخرى تنبغي نحييك وتنحيي الناس ديال البهجه معنا اتصال اخر الو السلام عليكم الو 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 السلام عليكم سيدي عليكم السلام وعلى وبركاته مرحبا سيدي شكون معنا على الخط الاخت كريمه يا سيدي مرحبا اخت كريمه وساعه كريمه الله يطول عمرك والله يكرمك سيدي بارك الله فيك معك رضوان مدينه تماره تحية الناس ديال تمارة الله يبارك فيك شكرا الله يطول عمرك وتحية لك كبيرة كبيرة وكذلك تنتوما الأخت كريمة كتونسينا وتبارك الله عليك أعتبرك جادة وكريمة وتبارك الله عليك الله يطول عمرك السي رضوان تنبغي نحييك بزاف السي رضوان كي دايرة الأجواء في تمارة الحمد لله تمارة راه الأجواء وكنا راك عارفة هاد كورونا قالبه شويه الاجواء والانسان الحمد لله على كل حال نتمنى وان شاء الله تكون الامور كلها بخير وعلى خير وتمارا شحال هادي ما مشيت ليها عزيزه عليا ديك البلاصه زوينه جميله رائعه في كنشوف على البحر كان نفسانيا كنرتاح مرحبا مئة ألف مرحبا شكرا مرحبا بزاف لأن كان في هذا المنبر تنبغي نحيي واحد الصحفي كبير حفيد بن كميل كنت مشي تماك دائما كتكون حوارات مع الصحفي والكبير الأخ ديالنا عبد الحفيد كميل اللي كنشكره بزاف بزاف صحيح صحيح لأن استاذه جبتي واحد الركيزه اعلاميه اللي هو السي اللي كنفتخروا به جميعا حفيد بن كميله صراحه صديق واخ ومناضل لذاك السيد وكتجي غيره على بلاده وعلى الدومين ديال الصحافه على الاخوان اللي كيجريو وجريو في الدومين وتخدم في الاستوديو وخدم في الاداره تخدم يعني خرج في الديار الاوروبيه في العربيه وكنقول لك بهذا المنبر تحيه لك حفيد بن كميل استاذه نعم تفضل سي رضوان من هذا المنبر قناه شوف تي في بغيت نقدم واحد حر التعازي للمؤرخ سي بوعبيد التركي مرحبا تفضل سيدي لان اعتبر المرحوم الاستاذ الكبير بوعبيد التركي لان كنقول له مؤرخ نعم من المؤرخين الله يرحمه ويسع عليه وسيرته كانت يركز على قبائل
الزعير والتاريخ يعني في شتى القبائل، ما غاديش نقول غير زعير، شر بزاف. وبكل صراحه الاخت الكريمه بحال هاد الناس هادو الله يرحمهم كيمشيو تبارك الله بحال ما حتى يمشيو عاد كنعرفوهم بحقهم وبالنضال ديالهم بزاف د الحوايج. نعم، لان سي بوعبيد التركي رحمه الله صحيح اعطى 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 الكثير، وشو سبحان الله الله يرحمه ويرحم جميع الاساتذه. وهذه لان اللي بغيت نقول ربما الاخت الكريمه فهمتينا شنو بغيت نقول، حتى تيموتوا هاد الناس عاد يعني بغينا بحال هاد الناس الله يخلي لنا شي ناس باقيين بغينا نتعايشوا معاهم نتواصلوا معاهم. نعم، ناخذوا معادهم ونشوفوا مثلا القدرات ديالنا شنو كذا معاهم. حنا حتى تيتوفى عاد كنقولوا رحمه الله وكذا وكذا، لان اللي بغيت نوصل من شوف تي في ان كنقول جميع الاساتذه وجميع المؤرخين وجميع كيما بغى يكون الصفه ديالو، ان نشوفوا بعضياتنا ونتعايشوا بعضياتنا، حنا باقين في الحياه ونتهلاو بعضياتنا وحنا باقين في الحياه. لان ملي كيمشي لنا مؤرخ ولا انسان كيما بغى يكون كنقولوا رحمه الله بالفعل رحمه الله، ولكن حنا بغينا نتعايشوا داك الشيء داك الذكاء ديالو وداك الشيء اللي عنده وهو على قيده الحياه. ومن هذا المنبر اختي كريمه كنحييك وكنجدد كذلك حتى الترحام حتى تجديد الترحام على الاستاذ اللي جبتي سابقا اللي قلتي الجار ديالكم كنتمنى كنعزيهم. توري عائله توري سفيان كنتمنى الله يجعل صديقنا وحبيبنا صديقنا وحبيبنا رحمه الله. نعم، صديقنا وحبيبنا رحمه الله، وكنتمنى الله يرحم جميع اموات المسلمين والله يجعل البركه في اللي باقيين حيين. شكرا لك اختي كريمه الفضيله، تحيه لك بزاف اختي كريمه. شكرا لك المتفاعل معنا سي رضوان، اللي كنتمنى لك الصحه والسلامه والله يرب يرفع علينا هذا الوباء. والحلقه يعني ساعه تشير يعني قربنا بقات لنا واحد ربعه دقائق وعلى نهايه الحلقه يعني نشوفوا هذه المكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كريم بخير جليل. الحمد لله. تحية لك والتحية لكل الطاقم. الله يطول عمرك. شكون معايا سيدي؟ شكون معايا الخط؟ معك جمال من جامعة التزارين. جمال. جامعة التزارين إقليم زاكورة. زاكورة، تحية للناس ديال زاكورة. ولد عمي. كلشي بخير، أمور مزيان. مرحبا بك، كي دايرة الأجواء في زاكورة؟ كنشكروك بزاف. شكرا بزاف وهذا واجب الله ودي. كي داير الامور؟ كلشي بخير الحمد لله، طول عمرك. تحيه للناس العائله ديالي في زاكوره، انا راه بنت زاكوره، انا اصلي من زاكوره. الله يرحم لك الوالدين بارك الله فيك. انا من منطقه ولاد وشاح. مرحبا مرحبا بك. شكرا بارك الله فيك. تفضل سي بخير. سي كمال تفضل معنا. كنتمنى ان شاء الله شي زياره ديك شفتي في التزارين. التزارين باش اجي شويه ديال المعاناه ديال عباد الله القطاع ديال الصحه شويه كنعانيو شويه. اييه مرحبا، نتمنى ان شاء الله يعني على ما كاينينش يعني مراكز صحيه يعني مستشفيات تما ولا شنو؟ كاين واحد المركز الصحي، ولكن المركز الصحي ما فيهش يعني المستعجلات، ما فيهش داكشي داك يعني سيارات الاسعاف يعني السيارات الاسعاف وداكشي ديال يعني ما هو كيتعلق بالجهاز التنفسي وداكشي ديال السيرومات وداكشي اللي كنقولوا حنايا. لا ما كاينش الاجهزه، ما كاينش الاجهزه. نعم نعم، الا كانت شي حاجه كنمشيو للمشفى الاقليمي كنضربوا عليه 137 كيلومتر. كاينه شويه مسافات تزارين شويه بعيده بصح نيت. كتوصل عاوتاني المشفى الاقليمي ديال زاكوره، فيه عاوتاني انت هو اللي كتيضر كيسيفتك الوردة زاد. الله يحسن العوان اسيدي، الله يحسن العوان. دابا السي كمال شنو يعني هذا برنامج شنو عندك وفتحتي قلبك وقلتي لنا شنو عندك يعني في منطقة يعني في زاكوره المدينة الحبيبة في التزارين، بغيت يعني بغيتك أنت كمتفاعل معنا على البث المباشر شنو كتطلب من الناس ديال الصحة أو المسؤولين باش توصل لهم الرسالة لهذيك المنطقة؟ تفضل. كنوجه واحد الرجاء للسيد وزير الصحه اللي كاين حاليا هنايا. تفضل مرحبا، تحيه للسيد وزير الصحه. نعم اللي كاين حاليا دابا كنحييه، كان السي الوزير سابقا اللي كان حاليا السي انس الدكالي، تحيه ليه. تحيه لجميع. واحد المشكل. نعم نعم، واحد
واحد المشفى الاقليمي في منطقه تزارين. تفضل. غادي يشمل تقريبا تزارين، حيت تزارين كبيره فيها تقريبا واحد 70,000 نسمه. نعم سيدي. الا دار واحد المشفى الاقليمي غتستافد منه، يعني خمسه الجامعات غتستافد منه، تزارين جامعه تزارين وتغبالت وايت بوداوت والنقوب وايت ولال، وكذلك حصيه اقليم تنغير، حتى هما حصيه قريبه لتزارين كيجيو لهنا. تنغير نعم سيدي. حنا راه كنعانيو، يعني كنعانيو بزاف المعاناه في قطاع الصحه. تفضل تفضل. كنتمنى السي الوزير اي طلب اللي كاين حاليا التفت لمنطقه تزارين. تزارين في مدينه يعني زاكوره، يعني زاكوره وتزارين، يعني تزارين هي من اقدم الجامعات تقريبا في الجنوب الشرقي. مرحبا السي كمال، وكنتمنى يعني الرساله ديالك توصل يعني على البث المباشر، وكنبغي الناس المسؤولين والناس ديال الصحه اللي كنبغي نحييهم بهذا المنبر على المجهودات ديالهم اللي كيقوموا بها. كنتمنى كمال ان يعني ما تكونش حالات ديال كورونا عندكم تما، لان حيت كيف قلتي ما كايناش اجهزه، ما كايناش، الا جات حالات كورونا شويه صعيبه تما في هذيك المنطقه. وكنتمناو يعني شفتي فيدينا واحد الزياره هنايا من اجل ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا، هذيك بلادنا وهذيك منطقه وهذه قناتكم، وشوف تي في فاتحه قلوبها للجمهور ديالها، الناس ديالها داخل ارض وطن وخارج ارض وطن. وتنحيي نعم سيدي تفضل. عافاك كاينه واحد القنطره، فاسمح لي ماشي مشكل، انت هو المتفاعل الاخر وتقطع الخط، لان الكلمه يعني كنتمنى يعني يتفاعل معنا كمال من زاكوره في تزارين، كنتمناو يتفاعل معنا لان القانون ديال سميتو الحلقه انتهت، وكنتمنى الرساله ديالك توصل لوزير الصحه اللي كنبغي نحييه بهذا المنبر، والناس كاع اللي مسؤولين، الاطباء ولا الممرضين ولا كاع الناس كاع اللي في المجال الصحي، اللي كنقول لكم شكرا على المجهودات ديالكم، شكرا للسلطات الامنيه على المجهودات ديالها، شكرا للسلطات المحليه، شكرا للصحافه والمواقع كلها يعني المجهودات ديالها، وبالخصوص كنبغي نحيي قناه شوف تي في على المجهودات ديالها. كنبغي نقول مره اخرى تنشكر الجنود الخفاء، تنشكر مخرج الحلقه البرنامج اشنا عندك سي اسامه، تنبغي نشكر رئيس التحرير اسماعيل، المراسلين على الفيسبوك قناه شوف تي في، الاخ عبدو الشرقاوي، عبد الصمد، اشرف، سفيان. كنبغي نشكر الاخت حياه احلام بالتواصل، يعني كياخذوا المعلومات في الكتابه الخاصه. تنشكر المدير المسؤول واحتراماتي للمجهودات الجباره اللي كيقوم بها سي دريس الشحتان. تنبغي نقول مره اخرى شكرا 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 بزاف صديقتي واختي العزيزه ازدهار، اختي ازدهار، على المايك اب، على التجميل، وعلى المجهودات اللي كتقومي دائما بها، يعني هاد الايام اللي انت واخا كنجيك في وقت متاخر كتحاولي انك تقومي بالمجهودات ديالك. شكرا على التزيين والتجميل، شكرا لك على ما هو كتقومي به اختي ازدهار، تحيه لك انت والامي محجوبه، والاخت نجاة اللي كنبغي نقول لك تبارك الله عليك، وما نساوش العائله ديالك كامله كلها صغيره، من عائله خوتك من الازواج ديالهم، اللي تنبغي نقول لكم مره اخرى تحيه لكم، وما نساوش الاطفال الصغار ديالكم. وتنقول الحاجه شكرا على ديك امي محجوبه، على ديك القصريه الجميله الرائعه ديال الكسكسو اللي ما بغاش تنسى ليا، تبارك الله عليك، واقيلا غادي نرجعها ثاني كما كنت. تحيه لكم مره اخرى لكم، وما نساوش الصالون الحلواني، وما نساوش صديقي واخي اللي راه مسكين داير مجهود ودائما مكرفص معنا، هو الصديق ديالنا الاخ والصديق العربي العسري، اللي داير معنا مجهود مع كريم وسط، وهي في برنامجها اشنو عندك في قناه شوف تي في. شكرا لكم مره اخرى، كنتمنى ان شاء الله يوم اثنين على الساعه 8 ويكون التفاعل ديالكم في برنامج اشنو عندك، لان غدا ان شاء الله كيكون روبو الحد ما كنشتغلش ان شاء الله.
يوم الاثنين تصبحون بألف خير، وكل عام وانتم بخير، وعيدكم مبارك سعيد، ثلاث ايام اليوم في العيد، نتمنى ان شاء الله لكم يوم سعيد وعطله سعيده. مرحبا بكم، باي باي عليكم، شكرا.